مع الصدارة مع المقدمة نرى من تتصدر الجموع في مقدمة الشوط مع المركز الأول محبة سعيد بن خليفة بن سعيد بن راشد الكتبي من يقدم لنا محبة نقلة مباشرة إلى متاهة مع المركز الثاني لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم لنا متاهة مع المركز الثاني ثالث المراكز اللي في المركز الثالث الشاهينية حمد بن صالح بن فارس آل منجم من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث رابع المراكز اللي في المركز الرابع من وصلة مشاهدينا الكرام محبوبة محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي من يقدم لنا هذا الاسم لمحبوبة مع رابع المراكز وفي خامس المراكز تقدم ممتاز من وقع سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري يقدم هذا الاسم الجانب الآخر اللي غيرت مع المركز السادس وغيرت مباشرة إلى المركز الخامس شاهينية تعود الملكية لسعيد بن علي بن عمر الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم وسلالة شاهين بهذا الانطلاق الوصول والقدوم في هذه اللحظات من اللي تقدمت وأتت مشاهدين الكرام نصيبة سليم بن مسلم بن قنزول العامري ومن الجانب الآخر نرى اللي غيرت مباشرة وتغير من مركز إلى مركز هناك الهذيبة الدحبة بن سالم دحامة بن سالم الخريباني النعيمي يا سلام الكل يتقدم وينطلق من أجل الفوز والناموس وصول من نهرين وصلكم هنا ومنصور محمد بن علي بن حليس العفاري من يقدم لنا نهرين وتتقدم بهذا التقدم الممتاز أما المركز العاشر من تاتينا مشاهدين الكرام هناك اللي هي ذريف ذريف تعود الملكية لمحمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الكتبي هكذا النتيجة هكذا النتيجة مشاهدين الكرام نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول يا سلام اللي في المقدمة ما زالت مسيطرة منطلقة بتقدم ممتاز وبوصول من محبة محبة مع الصدارة محبة مع الانطلاق الأول تعود الملكية لسيف بن خليفة بن سعيد بن راشد الكتبي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول المركز الثاني متاهة متاهة مع المركز الثاني راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني ثالث المراكز الشاهينية سعيد بن علي بن عمر الشامسي المركز الرابع من تاتي مشاهدينا الكرام هناك اللي هي مشاهدينا الكرام هنا الذيبة تعود الملكية من يقدمها الدحام بن سالم الخريباني النعيمي مع المركز الرابع المركز الخامس خامس المراكز أرى مشاهدينا الكرام محبوبة محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي يا سلام المركز السادس وصلكم بن رشيد يتقدم بهذا التقدم المسار الممتاز هناك أرى اللي هي مشاهدينا الكرام ذريف لمحمد بن عبد الله بن رشيد الكتبي يا سلام نهرين تتقدم بهذا التقدم الممتاز تعود الملكية لمحمد بن علي بن حليس العفاري من يقدم هذا الاسم والشعار باحث عن السلامات أن يهديها أهل النعمة عودهم مع الانتصار عودهم مع الفوز والناموس يا سلام هناك دلمة حمد بن محمد بن سالم الكتبي تدخلت الأسماء انطلق الكل مشاهدين الكرام مع المنعطف الأخير أوين المقدمة متاهة متاهة في متاهة الصدارة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بن غدير مشاهدينا الكرام أهل مرغم يعلنون الحضور في هذا الانطلاق في هذا المسار هنا من تتقدم بتقدم ممتاز متاهة راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي محبة ثاني المراكز مشاهدينا الكرام سيف بن خليفة بن سعيد بن راشد الكتبي المركز الثالث المركز الثالث اللي وصلت دلمة حمد بن محمد بن سالم الكتبي والمركز الرابع من تاتي مشاهدينا الكرام
هناك اللي هي من تنطلق محبوب محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي، يا سلام، ونهرين تعود الملكية محمد بن علي بن حليس العفار، يا سلام الوصول، وصلكم بن سبيع مسفر بن خميس بن سبيع المنصوري مع شواهين، عنده مجموعة من الشواهين تحمل الرقم واحد ولا يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات. وهناك أيضا مشاهدين الكرام الشاهنية محمد بن الصير بن وني الوهيبي أول إذاعة للشاهنية. نعود مع المقدمة، نعود مع الإبداع، حدثت المغادرة، غادر بن قدير، غادر بن قدير أهل مرغب مشاهدين الكرام يبون السلام، عودهم هذا الشعار، عودهم هذا الانتصار والفوز والناموس، متاهة متاهة تنطلق بكل قوة وبكل جدارة، يا سلام عليك يا متاهة، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بهذا التقدم بهذا المسار والانطلاق في هذا الشوط، يا سلام. هناك مشاهدينا الكرام متاهة متاهة مع المقدمة، سلام مرغم، سلام سلام بن غدير، واشكرك يا بن غدير على هذا الإبداع، ومشكور يا راشد الزرعي من تابع الانطلاق مشاهدينا الكرام في هذا المسار، مشكور يا راشد بوش على هذا الانطلاق والمسار، وسق الله دارك على الإبداع والفوز والانتصار بهذا الإبداع الممتاز في هذا الصباح، تهانينا وسلام مرغم سلام. المركز الثاني مشاهدينا الكرام منثت مع المركز الثاني جبارة علي بن عبد الله بن حمد بن حميد الوهيبي، المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام ثالث المراكز غزوين حميد بن محمد بن حمد الدرعي، المركز الرابع كانت دلمة حمد بن محمد بن سالم الكتبي، المركز الخامس أتت مشاهدي الكرام في خامس المراكز الكايد محمد بن علي بن طناف الدرعي. هناك مشاهدي الكرام مشكور يا أبو مطر، نعود ونذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول متاهة إلى خط النهاية، واشكرك يا راشد الزرعي من تابعه في الانطلاق بوسنيدة بهذا التقدم الممتاز، لحظة الوصول إلى خط النهاية لمتاهة يا راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، قاطعة المسافة في زمن وقدره 7 دقائق مشاهدين الكرام 23 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لمالكها متاهة راشد بن محمد بن غدير الكتبي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز جبار علي بن عبد الله بن حمد بن حميد الوهيبي، قطعت المسافة في زمن وقدره 7 دقائق مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني هي أمامكم واصلة عن خط النهاية بتوقيت زمني 7 دقائق 26 ثانية 8 من الأجزاء، تهانينا لملكها جبار علي بن عبد الله بن حمد بن حميد الوهيبي. المركز الثالث 7 دقائق مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني 28 ثانية 9 من الأجزاء، نحلف مع المركز الثالث غزوين حميد بن محمد بن حمد الدرعي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين، متابعينا